السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا وأسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين ومشاهدين سعودي أوتو. السيارة اللي حنجربها لكم اليوم ونعطيكم تفاصيلها وش لها وش عليها هي جيلي منجارو موديل 2024. وإذا حابين تجربوا أو تشتروا أو أي معلومة ما غطيناها في تجربة اليوم، أدخلوا موقع saudiauto.com.sa وعبوا الاستمارة تحت تجربة القيادة، وإن شاء الله حنلبي طلباتكم. وحنتكلم عن الفروقات بين الطرازات وأسعارها كمان. ولما تروحوا لإحدى معارض شركة الوعلان للتجارة وكلاء سيارات جيلي في المملكة العربية السعودية، لا تنسوا تذكروا سعودي أوتو لأنه بيفيدنا وإن شاء الله يفيدكم. والحين تعالوا معايا نبدأ التجربة. السيارة جيلي منجارو مبنية على قاعدة عجلات السي ام اي اللي تشترك معها سيارة جيلي شين وي فاستباك كروس اوفر، وكمان فولفو اكسي 40، لكنها اكبر بكثير وهي محطوطة كسيارة اس يو في حجمها متوسط كروس اوفر. الحرف ال في اسم السيارة في السوق الصيني يعني كبيرة لارج، واللكجوري فخمة، والليبريت معناها متحررة وواسعة. وتنافس جيلي منجارو مثل ما قلت في فئة الكروس اوفر اس يو في الوسط سيارات مثل جي اي سي جي اس 8 وهافال اتش 9 وام جي ار اكس 8 وشيري تيجو 8 برو وشنجان سي اس 95 وهونداي بالاسيد وكيا تيلرويد. لكن انا اشوفها منافس جيد لسيارتين في اسواقنا وهم بستون تي 99 وجي تور اكس 90، لانهم يجوا بصفين من المقاعد وفلسفتهم واحدة هي الفخامة، والسيارة هذه هي نفس الفلسفة. تتوفر الجيلي منجارو موديل 2024 في أسواقنا بثلاثة فئات، وهذه الفئات اختلفت عن موديل 2023 اللي هي الوسط جي كي والفول جي اف والطراز الخاص الفول اللي هو الجي اف بلس. ومثل ما قلت حتكلم عن الفروقات في المواصفات بين الفئات، لكن أبغى أبدأ بالأسعار. أول شيء نبدأ بالطراز الوسط اللي هو الجي كي، وسعره 128385 ريال، ما يعادل 34236 دولار. والطراز الفل الجي اف وسعره 138735 ريال، ما يعادل 36996 دولار. والطراز الخاص اللي هو الجي اف بلس وسعره 144485 ريال، ما يعادل 39539 دولار. هذه الاسعار شامله قيمه الضريبه المضافه والتسجيل، والضمان المتوفر من شركه الوعلان جيلي هو 5 سنوات او 150000 كيلومتر ايهما ياتي اولا. وعملنا مقارنة ما بين أسعار جيلي منجارو ومنافسيها، والضمان متوفر من كل وكيل حتظهر أمامكم على الشاشة. أبعاد المنجارو موديل 2024، الطول 477 سنتيمتر، والعرض 189.5 سنتيمتر، والارتفاع 168.9 سنتيمتر، وطول قاعدة عجلاتها 284.5 سنتيمتر. ومثل ما دائما بقول إنه أبعاد السيارة هو اللي بيعطي المصممين الحرية في إظهار الشكل الخارجي وكمان مساحة ووسع المقصورة من الداخل. طبعا أضف على ذلك يساعدهم في الإبداع في التصميم. وعملنا مقارنة ما بين أبعاد الجيلي منجارو ومنافسيها حتظهر أمامكم على الشاشة. التصميم الخارجي نبدأ بالواجهة الأمامية ونشوف أبرز مزاياها، هو شبكة تهوية الأمامي العمودي مليان بالكروم، أنا شخصيا عجبني ويعطي السيارة فخامة، وهذا بيعكس على شخصية السيارة إنها فخمة. وكمان من مزايا تصميم الواجهة الأمامية هو تصميم الأضواء الأمامية، جاية مشدودة أو على شكل عيون مشدودة، تجي LED في كل الفئات الوسط جي كي والفول والفول بلس اللي هم جي اف وجي اف بلس. الاضواء كلها يجوا تلقائيه ونهاريه في كل الفئات والطرازات، لكن ما يجي فيها او ما يجي في المنجارو اضواء ضباب اماميه، لكن يجي فيها كاميرا اماميه وحساسات اماميه في كل الفئات. وهذه ميزه انه سياره من الخارج مطعمه بالكروم في الامام والجنب وخلفيه السياره اللي بيعطيها شكل الفخامه اللي هم حابين يوصلوا له. تعالوا خلينا نشوف من جانب السياره. ومن جانب السياره في الاعلى هنا فتحة سقف بانورامية مع خاصية عدم الإغلاق في حالة وجود عائق، متوفرة في كل الفئات. جوانب سقف السيارة اللي هو الروف راك، طبعا هذه عوارض جانبية لوضع وتثبيت أغراض أعلى سقف السيارة.
النوافذ الجانبية محاطة بالكروم عشان تعطي الشكل الفخم المطلوب للسيارة المنجارو. المراية الجانبية على النوافذ الأمامية الجانبية، كنت أتمنى تكون المراية الجانبية على هيكل السيارة ومش على النوافذ الجانبية حتى تخفف من دخول صوت الهواء الجانبي لداخل المقصورة. عليها مؤشر الانعطاف، وفي الأسفل كاميرا جانبية تعمل بتحكم كهربائي وتنطوي آليا في كل الفئات. ونشوف خط الحزام الجانبي يبدأ من الأضواء الأمامية، هذا هو الخط زي ما انتم شايفين، ويمتد على جانب السيارة ويندمج إلى أعلى الأضواء الخلفية. نشوف مقابض الأبواب، مقابض الأبواب تيجي باللون هيكل السيارة مطعمة بالكروم. ونشوف كذلك أسفل الأبواب زي ما انتم شايفين مطعمة بكروم، أسفل الأبواب بارز، بدي برضو شكل لشخصية السيارة اللي هي الفخامة. مرة ثانية نرجع ونتكلم عن الفخامة. ونشوف كذلك بلاستيك أسود صلب يجي أعلى الإطارات الأمامية، ممتد على جوانب السيارة ويطلع لي اللي هو الإطارات الخلفية عشان يحمي أسفل السيارة من الوحل والطين. تعالوا خلينا نتكلم عن جنوط السيارة. تيجي بجنوط ألمنيوم مقاس 19 بوصة في الطرازين الفول والفول بلس اللي هم جي اف وجي اف بلس، ومقاس الإطارات 235 على 50 ار 19. وتيجي بجنوط سودا مميزة مقاس 20 بوصة في الفئتين الوسط والفول، ومقاسات إطاراتها تيجي اللي هي 245 على 45 ار 20. وفي الخلف في الأعلى هوائي على شكل زعنف القرش، تحته جناح صغير، وفي وسطه هنا اللي هي أضواء المكابح. الأضواء الخلفية LED في كل الطرازات متصلة مع بعضها زي ما انتم شايفين كده بشريط إضاءة، عليها شريط من الكروم، وكاميرا خلفية، كاميرا خلفية موجودة في كل الفئات. ونشوف كشافات ضباب خلفية LED وحساسات خلفية كمان في كل الطرازات والفئات. وأسفل الصدام ديفيوزر مطعم بالكروم بيعطي شكل حديث وجميل. باب صندوق الأمتعة، باب صندوق الأمتعة يفتح كهربائيا في كل الفئات، وفي ميزة أنه لو في عائق يوقف على طول، هذه الميزة في الطرازين الفول والطراز الخاص الفول بلاس. ومساحة صندوق الأمتعة، مساحة صندوق الأمتعة خلف ظهر المقاعد الخلفية بتعطينا 562 لتر، ولما نطوي ظهر المقاعد الخلفية 60-40 تعطينا مساحة أكبر للتخزين. وعملنا مقارنة ما بين مساحة التخزين في جيل منجارو ومنافسيها، حتظهر أمامكم على الشاشة. الأغراض والمزايا الموجودة في صندوق الأمتعة، أول شيء اللي هو ستارة زي ما انتم شايفين، ستارة واقية من الشمس لحفظ الأغراض اللي هي المخزنة في صندوق الأمتعة. وكمان هنا موجود على اليسار حوض في الأسفل، وكذلك موجود إضاءة لسهولة التحميل والتفريغ في الليل، ومنفذ كهرباء 12 فولت موجود هنا. هذه الأغراض اللي موجودة على جوانب السيارة. ولما نرفع سطح صندوق الأمتعة نلاقي حقيبة اللي هو الإسعافات الأولية وطفاية حريق ومتلت الطوارئ. ولما نرفع هذا الحوض نلاقي اللي هو إطار سبير الصغير والأدوات والعدة لتغيير الإطار السبير. هذه هي كل الأغراض والأشياء الموجودة في صندوق الأمتعة. القلب النابض، منظومة القوة جاية من محرك الجيلي منجارو سعة لترين 2000 سي سي تربو، بيعطي قوة 235 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر. وتجي المنجارو في أسواقنا بنظام دفع واحد وهو فور ويل درايف، سعة خزان الوقود 62 لتر، واقتصاده في استهلاك الوقود هو 13.2 كيلومتر لكل لتر واحد. مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. اللي أبغى أوضحه هنا إنه المنجارو مثل ما قلت مبنية على قاعدة عجلات تعتبر ممتازة جدا اللي هي CMA، محركها سعة لترين وناقل حركة من 8 سرعات من شركة إيسن. أنا أعتبرها هذه مواصفات مهمة جدا. طبعا لا ننسى نظام الدفع فور ويل درايف جاي من شركة بورغ وارنر، الجيل السادس، وتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.7 ثانية،
ونوع الوقود المستخدم هو 95، وعملنا مقارنة ما بين محرك الجيلي منجارو موديل 1024 ومنافسيها من ناحية سعة وقوة وعزم دوران المحرك واقتصاده في استهلاك الوقود، حتظهر أمامكم على الشاشة. المقصورة الداخلية في الجيلي منجارو، شركة جيلي بتقول إنها حطت كل إمكانياتها عشان تطلع السيارة بالشخصية المميزة وبالفخامة المطلوبة وتقعد 5 ركاب مرتاحين. التصميم الداخلي جميل والمواد المستخدمة جودتها عالية تعكس على مفهوم الشراكة مع فولفو. الشاشات الموجودة على الداشبورد هذه، شوفوا كم شاشة موجودة، الشاشات هذه الموجودة على الداشبورد طولها متر، يجي بشاشتين مختلفتين، واحدة للمولتي ميديا مقاس 12.3 من 10 بوصة في كل الفئات. بالنسبة لشاشة العدادات تيجي TFT ملونة مقاس 10.25% بوصة في الطراز الوسط، لكن في الطرازين الفول والطراز الخاص الفول بلس اللي هي الجي اف والجي اف بلس يجوا مقاس 12.3 من 10 بوصة، ويعتبر الشاشة الثالثة لأنه في الفئتين يجوا بشاشة عرض المعلومات على القزاز الأمامي اللي هو الـ HUD. أنا هنا أبغى أتكلم عن قزاز السيارة. عادة أنا ما أتكلم عن قزاز السيارة، لكن في المنجارو الوضع مختلف. ليش؟ لأن القزاز الأمامي يجي مظلل في الطرازين الوسط والفول الجي اف، لكن الطراز الخاص الفول بلس يجي مظلل وعازل للصوت كمان، والقزاز الجانب الأمامي والخلفي برضو مظلل في الطرازين الوسط والفول، لكن في الطراز الخاص الفول بلس يجي مظلل وعازل للصوت، والقزاز الخلفي مظلل في الطرازين الوسط والفل، لكن الطراز الخاص الفل بلس يجي عازل لأشعة الشمس. بالنسبة للمقاعد مثل ما انتم شايفين مريحة، تجي جلد باللون البني في كل الفئات. مقعد السائق كهربائي بثمانية اتجاهات ووضعيات مع الدعم أسفل الظهر في كل الفئات، مع حشوة في الأسفل لمقعد السائق كمان تتعدل كهربائيا مع تهوية. ومقعد الراكب الأمامي يتعدل كهربائيا بستة اتجاهات في كل الفئات، ومقعد السائق في ميزة التهوية في كل الفئات، ومقعد الراكب الأمامي في ميزة التهوية في الفئتين الفول والفول بلس اللي هي الجي اف وجي اف بلس. نظام التكييف مستقل لمنطقتين يجي في الفئتين الوسط والفل، لكن يجي مستقل لثلاث مناطق، 2 في الأمام وواحد في الخلف في الطراز الخاص الفول بلس، لكن فتحات تكييف خلفية وفلتر تنقية هواء اللي هو CN95 موجودة في كل الفئات، وتيجي بأربع فتحات تهوية أو تكييف، 2 في الوسط و2 على جوانب الداشبورد. ننزل الأسفل ونشوف تصميم الكونسول الوسطي شيك وفاخر زي ما أنتم شايفين، حتى هنا عملوه بأسلوب مثل البورشة كايان. طبعا زي ما أنتم شايفين هنا اللي هو مكان لشحن الجوال لاسلكي، وأسفله اللي هو زر لتغيير وضعيات القيادة، وتيجي زي ما أنتم شايفين بهذه الوضعيات الكمفورت اللي هي العادية أو المريحة، بعدين تيجي وضعية الإيكو اللي هي الاقتصادية، ووضعية الساند اللي هي الرمال، ووضعية السنو اللي هي الثلوج، ووضعية الأفرود اللي هي 4x4. وعندهم كمان وضعية كمان موجودة اسمها انتليجنت اللي هي الوضعية الذكية، بتعمل تكيف على طبيعة قيادة السائق. هذا الزر أو الدوار أو القرص اللي غير وضعيات القيادة، وعلى اليسار هنا موجود اللي هو ناقل الحركة. نرجع لأسفل ونشوف هنا اللي هو زر للمكابح الإلكترونية، وعلى اليمين موجود اللي هو إيش، حملة أكواب 2 ومسند للذراع، وأسفله اللي هو مكان عميق للتخزين. فلسفة تصميم اللي هو الكونسول الوسطي المعلق، أسفله هنا في مكان للتخزين وفي منفذ USB، وعلى اليمين في منفذ كهرباء 12 فولت موجود هنا. شكله أنيق وشيك وبيعطي السيارة الروح، خلينا نقول الفخامة المطلوبة للسيارة، وزي ما انتم شايفين النظام الصوتي يجي من طراز بوز. طبعا السيارة الدخول بدون مفتاح يعني بالريموت، والتشغيل كذلك بدون مفتاح، هذا وزر تشغيل وإقفال أو إطفاء المحرك موجود هنا بدون مفتاح بالبصمة، وذاكرة، نظام اختيار نمط القيادة، وشاحن لاسلكي مثل ما قلت. كل هذه المزايا موجودة في كل الفئات.
يجي فيها كمان نظام صوتي مثل ما قلت من 8 سماعات، يجي في الفئتين الوسط والفل، لكن الطراز الخاص الفل بلس يجي فيها ب10 سماعات فاخرة من شركة بوز، والنظام ربط الجوال على الشاشة يجي في كل الفئات، بمعنى تاني ما يجي فيها أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، لكن أنا شخصيا أشوف أنه بعض الناس يفضلوا أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. المرايا اللي في الوسط للرؤية الخلفية تيجي بتعتيم يدوي في الفئتين الوسط والفل، لكن الطراز الخاص الفل بلس تيجي بتعتيم تلقائي. عجلة القيادة متعددة الوظائف عليها زي ما انتم شايفين في الأسفل هنا مسطحة اللي هي حرف الدي، طبعا شكلها مرة ثانية جميل وأنيق بلونين الأسود والبني اللي هو متماشي مع فرش السيارة. والحين تعالوا معايا نروح للمقاعد الخلفية ونشوف جيلي إيش المزايا اللي وفرتها لراحة ركاب المقاعد الخلفية. تعالوا معايا. المقاعد الخلفية الجلسة فيها مريحة جدا جدا جدا. خلي بالكم انه هذه السيارة بتنافس في فئة الـ SUV الوسط، بعض المنافسين عندهم 3 صفوف لكن السيارة هذه صفين، فعندك مساحة ممتازة جدا للرأس والأكتاف والأرجل، مريحة جدا السيارة لأنها مجرد صفين. لراحة ركاب المقاعد الخلفية وفروا مسند للذراع موجود هنا وعليه حاملة أكواب 2 موجودة هنا، وكذلك وفروا جيوب خلف ظهر المقاعد الأمامية للتخزين وفتحتين تهوية موجودة هنا، وكذلك لأن السيارة هذه الفول بلس الخاصة هذه السيارة فيها ميزة التحكم بالتكييف الثالث موجود هنا، وكذلك نشوف منفذين USB في الأسفل ومكان لوضع الجوالات موجودة هنا في حال شحنها. طبعا السيارة جدا خلينا نقول فاخرة، الجلد ناعم وفي أماكن للتخزين داخل الأبواب. هذه كل الأشياء اللي وفروها لراحة ركاب المقاعد الخلفية، علما بأن أنا ذكرت الموضوع هذا اللي هو ظهر المقاعد الخلفية تنطوي 60-40 وتعطي مساحة أكثر للتخزين. التجهيزات الذكية الموجودة في الجيل منجارو يجي فيها نظام الركن الآلي أو الذاتي، والنظام مساعدة ركن السيارة لما تتحرك للخلف، وكمان يجي فيها نظام الكبح التلقائي يجي في الفئتين الفل والطراز الخاص الفل بلس، ويجي فيها نظام مثبت السرعة التكيفي، ونظام المساعدة على تجنب الاصطدام التلقائي عند الطوارئ، ونظام المساعدة على الحفاظ على المسار تتوفر في كل الفئات. ويجي فيها كمان نظام التعرف على إشارة المرورية، ونظام تنبيه على الحركة المرورية الخلفية، ونظام المساعدة على تغيير المسار، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام المساعدة على تجنب الاصطدام الخلفي. ما تتوفر هذه الأنظمة إلا في الطراز الفول بلس، ونظام المساعدة على القيادة على الطريق أو الطرق السريعة تجي في كل الفئات. أما بالنسبة لأنظمة السلامة والأمان الموجودة في السيارة الجيلي منجارو، يجي فيها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وسائد هوائية أمامية وسائد جانبية، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وكاميرا 540 درجة مع شاصيه شفاف، وجهاز منع انغلاق المكابح، ونظام الثبات الإلكتروني، وفرامل إلكترونية مع نظام مساعد التوقف المتكرر، ونظام التحكم في المساعدة على صعود المرتفعات، ونظام التحكم في المساعدة على نزول المنحدرات. كل هذه الأنظمة موجودة في كل الفئات. بالنسبة لألوان السيارة منجارو المتوفرة في أسواقنا تتوفر بستة ألوان خارجية، وهي أبيض لولوي وستورم جراي اللي هو الرمادي، وأرورا الفضي، وأحمر وأسود رخامي، وكريستال تركواز. وألوان المقصورة الداخلية، ألوان المقصورة الداخلية مصممة خصيصا اللي هي كريستال تركواز اللي هي الفيروزي الكريستالي، مستوحى من خضرة الجبال، يجمع بين الخزف التقليدي والزمرد الطبيعي، واللون الثاني هو اللون الأبيض والبني. انطباع وحسيس القيادة، جيلي منجارو تيجي بنظام وضعيات للقيادة اللي هي إيكو اقتصادية ونورمال للقيادة العادية، والوضعية السبورت الرياضية وسنو اللي هي الثلج، ووضعية ساند اللي هي الرمل، وأخيرا وليس بآخر وضعية أوفرود اللي هي الطرق الوعرة. ولما
تحط المنجارو على الوضعية الرياضية، نظام التعليق يصير قاسي، وعزم السيارة يصير قوي ويلبي احتياجك. طبعا يلبي احتياجك لما تعدي سيارات أو لما تدخل على مسار الخط السريع. نظام التعليق متعدد الوصلات مع قضيب الموازن الجانبي بيعطي المنجارو راحة في الركوب وأمان ومستقل، وزن النوابض انخفض ومريح. بالنسبة لملاحظاتي على نظام التعليق، وبكل بساطة تكلفته عالية، ويجي في المنجارو مكابح أمامية مهواة تساعد على الوقوف بطريقة أفضل، وفي الخلف ديسكات. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم من تجربة السيارة، وإذا حابين تجربوا أو تشتروا أو أي معلومة ما غطيناها في تجربة اليوم، ادخلوا موقع saudiauto.com.sa وتحت تجربة القيادة عبوا الاستمارة، وإن شاء الله حنلبي طلباتكم. ولا تنسوا سعودي أوتو لما تزوروا أحد معارض شركة الوعلان التجارية جيلي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.